يعطيكم العافية شباب صبايا. بدنا نكفي بالإكزرسايز تقول تشابتر 3 البارالوجرامز. بدنا نشتغل اليوم الإكسترا إكزرسايز 3. بس لنرجع نذكر، نحن بالإكسترا إكزرسايز 1 كنا تعلمنا كيف نعمل كالكوليشن للأنجلز، كالكوليشن للسايدز، للدياجونالز من خلال البروبريتي اللي بنعرفهم تقول البارالوجرامز. بالاكسترا اكسرسايز 2 تعلمنا كيف بنعمل فيريفيكيشن انه عندنا كوادريلاترال، انه كيف يكون باراليلوجرام كمان من خلال البروبريتي. بالاكسترا اكسرسايز 3 بدنا نتعلم كيف بنعمل كونستراكشن للباراليلوجرام من خلال الجيفن اللي عندنا. عم بيقول لي كونستراكت ذا باراليلوجرام ام اي اس كيو كي وير اي از ذا بوينت اوف انترسكشن اوف اتس دياجونالز ان ايتش of the following cases. عندنا 4 cases هون. بكل كيس بدنا نيجي نرسم الباراليلوجرام ام اي اس كي من خلال الجيفن اللي عندنا اياه. البارت 1 عم بيقول لي ام اي ايكوال 4 سنتيمتر، اي اس ايكوال 3 سنتيمتر، وام اي اس ايكوال 80 ديجري، وبدنا نرسم الباراليلوجرام ام اي اس كي. اول شيء بدنا نحط الجيفن اللي عندنا اياه هون. Extra exercise 3. Part 1 given لنا اياهم انه اعطيني MA equal 4 سنتيمتر، AS equal 3 سنتيمتر، والانجل ام اي اس ايكوال 80 ديجري. هنا انتبه اول شيء لشغله انه الانجل ام اي اس الفيرتكس اللي له اي والسايدز اللي له ام اي واي اس، مع السايدز اللي له لينكس للسايدز الام اي والاي اس، برسم واحده منهم اول شيء. على سبيل المثال راح نرسم الام اي اللي هي 4 سنتيمتر. رسمنا الام اي هون الـ A هون الـ M. ما نرجع مش الخطوة الثانية اللي بعملها برسم أول سايد أول خطوة، تاني خطوة بعملها برسم الأنجل MAS اللي هو بين الاثنين سايدز. يعني هون عطيني سايد أنجل سايد، رسمنا أول سايد ونرجع نرسم الأنجل اللي بين الاثنين سايد اللي هو 80 ديجري. من هون بنقيس 80 ديجري. هلا هيدا السايد بنرسمه لحتى نوصلها مع ال 80 ديجري. اللينكس اللي له للتاني سايد اللي هو الاي اس هو 3 سنتيمتر، هيدا الاي اس، وهي الانجل ام اي اس اللي هي 80 ديجري. هون عندي 4 سنتيمتر وهون عندي 3 سنتيمتر. طيب نحن بنعرف بروبريتي بالباراليلوجرام انه الاوبوزيت سايدز ايكوال اند بارالز والاوبوزيت انجلز ار ايكوال. شو بجي بعمل من خلال الكومبس؟ استعمل بيكار، بقيس اول سايد اللي هي الاي اس، بيبقى عندي اكستريميتي فلتين اللي هي الام، بحط ابره البيكار عندها وبعمل ارك. برجع بقيس تاني سايد اللي هي الاي ام، انتبهوا بالحالتين عم بحط الابره اول شيء عند الابره تاعت البيكار عند الفيرتكس تاع الانجل. بيبقى عندي سايد او اكستريميتي فلتين اللي هي الاس، بحط عندها الابره وبعمل تاني ارك. البوينت اوف انترسكشن للاثنين ارك هي رابع فيرتكس لل باراليلوجرام اللي هو عنده 4 فيرتكس اللي هي نحن كان اسمه ام اي اس كي. هاي الكي، هلا الكي بوصلها مع الام وبوصلها مع الاس، بكون رسمت الباراليلوجرام باول حاله. ها اثنين اوبوزيت سايدز ايكوال، هيدا 4 هيدا بكون 4، هون 3 هيدا بكون 3، هيدا 80 هيدا اللي هون بكون 80، هذا بيبقى له 100 وهذا بيبقى له 100. تاني حالة عنا إياها
خلينا نشوف. عطيني الام اس equal 5 سنتيمتر، كي ام equal 2.5 سنتيمتر، والكي اس equal 5 سنتيمتر. يعني هون عطيني 3 سايدز. ام اس equal 5 سنتيمتر. هون الام اس بدنا ننتبه انه هو diagonal، هلا راح نشوف. والكي ام equal 2.5 سنتيمتر اللي هي سايد، والكي اس ايكوال 5 سنتيمتر اللي هي كمان دياجونال. خلينا نشوف اول شيء، بس قبل ما نرجع اول حاله ونرسم لها الدياجونال، الاي كي والام اس، الاي كي دياجونال والام اس كمان دياجونال، بوينت اوف انترسكشن للدياجونالز قال لي اسمها اي، هاي الاي. طيب هون خلينا نشوف الجيفن اللي عندنا اياه، ام اس ايكوال 5 سنتيمتر اللي هي دياجونال، وكي ام ايكوال 2.5 سنتيمتر كي ام اللي هي سايد، والكي اس ايكوال 5 سنتيمتر كي اس ايكوال 5 سنتيمتر اللي هي كمان سايد. كيف رح نشتغل هون؟ هون ما عطيني انجل. الطريقة اللي رح نرسم فيها، أول شيء رح أرسم one of the two sides، رح أرسم أول side لنقول اللي هي ال KM، هون M capital letter، أو بقدر أرسم أول part من ال triangle. او اذا شايفين مثلا ان احنا معنا الكي ام، معنا الكي اس، ومعنا الام اس. الكي ام اس هو عباره عن تريانجل اللي هو اول جزء من الباراليلوجرام. اذا شايفين هيك راح نشتغل على طريقه التريانجل. راح ارسم اول سايد اللي هي الكي ام اللي هي 2.5 سنتيمتر، هاي كي ام. هات نين راح استعمل بيكار لارسمه. الكي اس 5 سنتيمتر او الكي اس اوكي اللي هي 5 سنتيمتر، بدنا نعمل هذا الشكل ارك، والكي ام اللي هي 2.5 سنت، الام اس اللي هي 2.5 اللي هي 5 سنتيمتر كمان. رح نعمل ارك تاني بهذا الشكل كمان 5 سنتيمتر بس من عند الام. هات نين ارك لازم يكون في بيناتهم انترسكشن. هنظبط الرسم شوي لحتى تكبر معنا. هنغير بدل الكي ام رح نوصل السايد الطويلة اللي هي الكي اس، هي 5 سنتيمتر افضل. كي اس رح نحط اول شيء الكي ام 2.5 على البيكارد، نفتح 2.5 هيك بهذا الشكل على البيكارد 2.5، برجع بحط عند الاكستريميتي الموجوده منه لهيدا السايد اللي هي اسمه قلنا كي اس، يعني عند الكي، وبعمل ارك اللي اسمه كي ام. برجع تاني سايد اللي اسمه ام اس، بدي افتح البيكار كمان 5 سنتيمتر بهذا الشكل. الام اس السايد الموجوده منه او الاكستريميتي الموجوده منه هي الاس، يعني بدي احط الابره عند الاس واعمل ارك. الانترسكشن بين هوت 2 ارك هي البوينت اس، هي البوينت ام. طيب نحن معنا الكي ام هي سايد لانه نحن الانجل الباراليلوجرام اسمه ام اي اس كي. يعني عندنا ام اي اس كي، الام اس هي دياجونال، نوصل الاس مع الام، الكي اس هي سايد، والام كي هي سايد.
هو اثنين سايد، بنكفي هلا على الكومبوس. بنقيس الكي ام، بنحط عند الاس وبنعمل ارك. بنقيس كي اس، كمان بنحط عند الفيتكس ام وبنعمل ارك تاني. الانترسكشن بين هوت نيم بوينت هي الفورث فيرتكس اللي هي الاي، هاي الاي، بوصل الاي مع الاس والاي مع الام بهذا الشكل. بنكون رسمنا الباراليلوغرام، ونرسم له الدياجونال. اول دياجونال مرسوم اللي هو الام اس، ثاني دياجونال نرسمه هو كي اي. الميتنج بوينت للدياجونالز هي بوينت اي. هاي تاني حالة. هلا بدنا نشتغل ثالث بارت، بارت 3. الجيفن اللي عطيني اياه هون بالبارت 3 عم بيقول لي اي ام ايكوال 2 سنتيمتر، اي اي ايكوال 3 سنتيمتر، ام اي اي ايكوال 130 ديجري. هذه اثنين بارت من الدياجونالز، حنشوف كيف. قلنا الجيفن اي ام ايكوال 2 سنتيمتر، اي اي ايكوال 3 سنتيمتر، ام اي اي ايكوال 130 ديجري. الام اي اي هو الانجل اللي عنده سايدز ام اي او اي ام واي اي. حنرسم اول شيء الانجل مع الاثنين سيجمنت اللي عطيني اياهم. خلينا نرسم لنقول الاي ام اول شيء اللي هو اللينكس اللي له 2 سنتيمتر. هيدا الاي ام عنده لينكس 2 سنتيمتر. برجع برسم الانجل اللي هو الام اي اي اللي هو 130 ديجري. الام اي اي 130 ديجري. بلش نعد من هون من عند الزيرو لحتى نوصل لل 130 ديجري. بيطلع عندي اياه هون. بدي ارسم السايد الثاني اللي هو اي اي على خط الانجل. اللينكس اللي له عنده لينكس 3 سنتيمتر. الاي اي بهذا الشكل رسمنا 3 سنتيمتر. هاي الاي، هذا الاي. طيب الاي اي والاي ام شو هن بالنسبه للباراليلوغرام؟ اذا جينا لهون على هاي الرسمه، الاي اي هي جزء من الدياجونال والاي ام هي جزء من الدياجونال. الاي اي بدها تكون قد الاي كي، لانه الاي بدها تكون ميت بوينت، هي ميتنج بوينت. فشو بعمل؟ بيجي برسم على نفس الخط تاع الاي اي، برسم لينكس او سيجمنت عنده طول 3 سنتيمتر وبحط الكي. كون انا هون عم برسم الدياجونال، من خلال الدياجونالز برجع برسم باراليلوغرام دغري. هاي عندي الكي، هذا اول دياجونال كمل عندنا. الاي ام، الاي ام كمان هي جزء من الدياجونال ام اس. الجزء الثاني هو اي اس. الاي اس بيكون قد الاي ام وعلى نفس الخط، لانه الاي هي ميد بوينت للام اس. فبيجي برسم على نفس الخط الام اي سيجمنت عنده لينكس 2 سنتيمتر، بسميها كي. هيك بهذا الشكل انا رسمت الدياجونالز للباراليلوغرام. هلا بدي اوصل للفيرتكس. قلنا دياجونال الباراليلوغرام اسمه ام اي اس كي. هلا هون عندنا الاس، هاي الاس كانت الفيرتكس اس، هاي ام اي بهذا الشكل ام اي. الـ A مع الـ S، الـ S مع الـ K، والـ K مع الـ M. هيك رسمنا الباراليلوغرام من خلال الـ given اللي عطيني إياه هون عن diagonals له. آخر حالة عندنا إياها part 4.
الجيفن عم بيقول لي ام اي ايكوال 5 سنتيمتر، ام اس ايكوال 5.5 سنتيمتر، والاي ام اس ايكوال 45 سنتيمتر. نحط الجيفن ام اي ايكوال 5 سنتيمتر، ام اس ايكوال 5.5 سنتيمتر، والاي ام اس ايكوال 45 ديجري. خلينا نطلب من الانجل اللي عندنا اياه. الانجل اللي عندنا اياه هو اي ام اس. السايدز اللي له هن اي ام وام اس، هيهم موجودين ام اي وام اس. الفيرتكس اللي له هي ام. ها نبلش نشتغل فيه. اما بالنسبه بنرجع بنشوف الام اي والام اس شو هن بالنسبه للباراليلوغرام. هنرسم اول سايد لنقول اللي هي الام اي، اللي هي 5 سنتيمتر، بهذا الشكل. هاي الام اي. هلا الخطوة الثانية رح نرسم الانجل اي ام اس. الاي ام اس 45 ديجري، والفيرتكس اللي له ام. نحط البروتراكتر بهذا الشكل. طبعا السنتر تاع البروتراكتر بده يكون عند الفيرتكس اوف ذا انجل، وبنحط 45 ديجري. حددنا ال 45 وين. هلا برسم السايد الثاني اللي هي ام اس، اللي عندها لينكس 5.5 سنتيمتر. هاي الام اس. طيب بعد ما رسمناهم لهول بدي اروح اشوف الام اي والام اس شو هن. اما الام اي هون مثل ما شايفين، الام اي هي سايد، الام اس هي دياغونال. طيب انا يكفي هلا نحن الباراليلوغرام. الام اس طلعت دياغونال، الام اي هي سايد. حنوصل الاي مع الاس. مجرد ما وصلنا الاي مع الاس طلع عندي تاني سايد من تاني سايد من الباراليلوغرام. صار في عندي اثنين سايد، اللينكس والويدز، الام اي والاي اس. بيجي من خلال البيكارد بحط عند الفيرتكس A وبقيس الـ AM اللي هي 5 سنتيمتر، بحط عند الـ Extremity S وبعمل Arc بهذا الشكل. برجع بقيس الـ AS، نحن ما بنعرف اللينكس للـ AS قد ايه، بقيسها بحط عند الـ M وبعمل Arc. هاي الـ point of intersection between the two arcs هي الـ fourth vertex of the parallelogram اللي هي الـ K. هلأ الـ K بدو أوصلها مع الـ S. بوصل الـ K مع الـ S. وبوصل الـ K مع الـ M. بهذا الشكل طلع عندنا الباراليلوغرام A M K M A K S M A S K. ونرسم له دياغونال. أول دياغونال مرسوم، نرسم الثاني، والميتينج بوينت بين ذا دياغونال هي البوينت I. هيك بنحنا بنعمل كونستراكشن للباراليلوغرام بحسب الجيفن اللي بيكونوا موجودين عندنا. هيك بنكون نحنا حلينا الاكسترا اكسرسايز 3.